لكن المعارضة إلى حد الآن عاجزت عن توحيد صفوفها في الحد الأدنى. تصريح لحمد همام اليوم في موزايك ونرجع. احنا سيدي الخماسي معارضة ديمقراطية تقدمية اجتماعية. أي. حركة النهضة راهي عملت 10 سنين في الحكم. دونك اليوم عندكم اعتراض، ما لازم الامور لا اعتراض تتكار. واضح اي ما لازم لن نعمل ما عجبت الخلاص باش تكون واضحه معاك على خاطر فيها النهضه تعرفش علاش لا لان هي النهضه راهي في الاساس النهضه جبهه الخلاص هي النهضه هذاك علاش حمل همام اليوم رافض باش يمشي مع جبهه الخلاص حركه النهضه حكم 10 سنوات على كل حال الاحزاب الخمس اللي هو فيها وهي كلها بالمناسبه فيها شخصيات محترمه فيها احزاب حكمت مع النهضه التكتل والتيار الديمقراطي حكموا مع النهضة شاركوا في الحكم فإذا كان الأستاذ حمد الهمامي المناضل الكبير الحقيقة وهو من القامات الوطنية لكن خسارة أنه يعمل تصريح كما هكذا لأنه هو حقيقة رجل محترم والبلاد هذه يجب أن نحافظ فيها على كل المناضلين الحقيقيين دافع عن الديمقراطية لكن أنا نشوفه الآن في أضعف أحواله لكن يسأل سؤال فأنا نقول له أنت حكمتوا 10 سنوات أنا نقول له سي حمى باش تكون صادق ونزيه ومتناسق مع نفسك مو انت تقول النهضه حكمت 10 سنوات هي مسؤوله طيب اوكي ما تقعدش معاه مش مشكل رغم اللي نحن سنكون سعداء ان نلتقي معاه في مقاومه الانقلاب يمكن نفتقوا غدوه في الديمقراطيه مش مشكل ولكن راك معاك احزاب انت اليوم متحالف معاهم كذلك مسؤولين على 10 سنوات اللي تحكي عليها يفسر لي انت تحب تحاسب الناس اللي حكموا خلال 10 سنين اللي فاتوا ولا فقط عندك مشكل مع النهضه يولي مشكلتك مع النهضة مش لأنها هي كانت تحكم ولي مشكلتك لأسباب أخرى إذا أنت مش قاعد دافع التوانسة مش قاعد دافع التوانسة لو كان حكمك صحيح أن الناس اللي حكمت هي مسؤولة على ما يمكن تدعيه من 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 مشاكل طيب فالناس فأنت متحالف مع ناس اليوم مشاركوا في الحكم أنتم حكمتوا 10 سنوات النهضة؟ النهضة حكمت عام ونص حكم معاها التكتل اللي شريك وحليف لسي حمى وحكم معاه المؤتمر من اجل الجمهوريه اللي خرج منه التيار الديمقراطي هذيك الفتره اللي حكمنا فيها الترويكا بعديك النهضه حكمت بوزيرين في حكومه سي حبيب الصيد وباربع وزراء بوزارات هامشيه في حكومه يوسف الشاهد وكاتبي دوله في الحكومه اللي كنت فيها سيادتك حكومه الفخفاخ اللي هي قاعده 4 شهور ونصف 6 شهور لا 4 شهور ونصف نحن قعدنا فيها 4 شهور ونص صحيح وهو الفخفاخ قعد 6 شهور طيب وكان فيها التيار الديمقراطي بالطبع فلذلك سي حمى اللي كان يحب يكون متناسق ويكون صادق مع التوانسة يزمو يخرج من التحالف هذا ولكن النقطة الأخرى ولكن الحقيقة هذا دليل أنه فما يقولوا هما ديمقراطيين ما عندهمش حتى علاقه بالديمقراطيه. لكن سؤال هو اذا كان متناسق مع نفسه ويقول لك انت كنت جزء من الفشل مش ممكن تكون جزء من الحل لكن خلينا نسبه ثم فرق ما بين الفشل ما بين الجريمه هل انه الفشل في اداره مسار يعني سياسي يتحط في نفس الخانه مع من يقوم بجريمه اليوم في حق الديمقراطيه؟ شوف نفترض ان احنا فاشلين نحن ما كناش فاشلين نحن كنا حقيقة ناجحين فما حاجات قصرنا فيهم ولكنه نحن كنا في مسار قاعد يعالج في نفسه وعنده قدرة يعالج في نفسه والفاشل في المسار الديمقراطي الشعب هو عنده سلطة يقول له انت فاشل شد دارك ما ينتخبوش نعم الانقلاب شو عمل جاء قال الشعب ما عندكش حق سامحوني في الكلمة معناها شطاب معناها ما نحبش نستعمل ما بيسكلي شطاب وشد دارك انا تو نحكم في بقعتك مش هذا ايش معناه الاستبداد قبل الشعب التونسي كان هو اللي قرر اذا كان هذا صحيح فالاصل انه نثبتوا الديمقراطيه ثم اذا كان الديمقراطيه اللي هي اليه وحيده لاثبات معناها اراده الشعب فنحن نقول لاصدقائنا الديمقراطيين ولسي حمى الهمامي جزء منهم ايش اعطاكم الشعب التونسي الشعب التونسي اعطاكم ثقة في انتخابات 2012 نقص لكم الثقة اعطاكم ورقة صفراء في انتخابات 2014 ثم اعطاكم ورقة حمراء في انتخابات 2019 على شكون تحتج انت الان تحتج على الشعب التونسي طيب الشعب التونسي
لنقول أنه عاقب النهضة نقفلها، لكن قاعدة الحزب الأول في 2019. أما يا أخويا أنت شعب تونسي أقصاك، عطاك ورقة حمراء، فأنت اليوم بالموقف اللي قاعد تاخذ فيه قاعد تقف على نفس الأرضية متاع قيس سعيد، مش قاعد دافع عن الديمقراطية ولا علاقة لك بالديمقراطية. وبالمناسبة نحن في حركة النهضة معناها سنرحب بصدر، يعني سيكون صدرنا رحب بانتظار الجميع، ولكن ما احناش باش نقف، سنناضل من أجل الديمقراطية، وسنناضل ضد الاستبداد، وباش نناضل من أجل خبز وقوت التوانسة. اللي يحب يجي أهله وسهلا به، اللي مش بيجي ما احناش باش نستناوه ومقدمين.